هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقدم شيخ الأزهر الشريف خلال الاتصال الهاتفي التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين بالمزيد من الاستهان والرفعة والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات